اليوم بدنا نرسم قمر ليلا تي في يلي كلكن بتحبوه ويلي دايماً بيضوي أغانينا. أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من يلا نرسم. يلا حضروا كم ورقة أو دفتر، قلم رصاص، محاية، قلم تلوين، وخلونا نبلش. ما تنسوا فيكن توقفوا الفيديو ساعة اللي بدكن تتلحقونا إذا سبقناكن. جاهزين؟ بالأول رح نرسم العيون. نرسم دايرتين كبار ومنحط دايرة أصغر بكل عين. نرجع نرسم الحواجب، وتحت العيون قريب شوي عليهم منرسم الشوارب. الشارب الشمال عشكل صنارة عريضة والشارب اليمين بعكسه. تيكتمل القمر منرسم دايرة الوجه ومنقطعه ورا الحواجب. كتير حلو. وهلأ بدنا نزيد التفاصيل الصغيرة، لأن القمر في عليه كتير حفر، ومنرسم حفرة على جنب وحفرة تانية من فوق. خلونا نزيد بعد كم حفرة. نرسم واحدة على كل خد، وتتبين الحفرة غميقة نرسم زيح صغير بقلب كل دايرة بهالطريقة. نفس الشي تحت الشوارب، منزيد حفرة أكبر شوي، وكمان خلونا نرسم حفرة فوق العين مع زيح صغير حدا، وحفرة تحت العين عمالة اليمين. وهيك بتكون خلصت رسمتنا. يلا خلونا نلون. أنا اخترت اللون الأزرق، ورح استعمل الأزرق الفاتح للوجه، أزرق كتير غامق للحواجب وللشوارب وللحفر، وتيبين فيهن عمق رح استعمل أزرق أغمق بشوي من الوجه. انتو إذا بدكن فيكن تستعملوا غير ألوان. خلصنا. كيف طلعت رسمتكن؟ صوروها واعملوا لنا تاج على الإنستغرام تنعملها شير والكل يشوفها. وهلأ رح نسمع سوا غنية غسل وجهك يا قمر. عجبكن الفيديو؟ ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لليلا تي في على اليوتيوب، على صفحتنا على انستغرام وفيسبوك، وخبرونا شو بدكن ينا نرسم بالحلقة الجاية.
وما تنسوا تحملوا دفتر تلوين ليلا على هيدا الرابط. يلا أنا بشوفكن قريباً. باي باي.